أهلا بكم. تميز هذا الأسبوع بتسليط الضوء على تاريخ موسيقى الجاز الشرقي من خلال أول من ابتدع ذلك اللون الجديد من الموسيقى، وهو عازف آلة الدرمز الأول في مصر والعالم العربي الفنان يحيى خليل. مراسلنا في القاهرة محمد السباعي، ومشاهد حصرية للآن من حفل المبدع يحيى خليل. بدأت موسيقى الجاز في الظهور في منتصف القرن التاسع عشر في ولاية نيو أورلينز الأمريكية، حيث كان يعمل العبيد الأفارقة قبل تحريرهم. فبدأت موسيقى المهاجرون الأوروبيون رويداً رويداً تختلط بالإيقاعات والألحان التي كان يرددها الزنوج وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم، حتى ظهرت موسيقى الجاز. انتشر الجاز بعد ذلك في كل أنحاء العالم بداية من الستينيات مع ظهور التلفاز ونمو صناعة الموسيقى بشكل ضخم، وأخذ الجاز في كل منطقة ما يشبه الطابع المحلي. فظهر الجاز اللاتيني نسبة لأمريكا اللاتينية، والأورينتال جاز أو الجاز الشرقي، والذي ابتكره بشكل رائع وراقي الفنان يحيى خليل. دائماً بحلم بأن أنا يعني أن أنا أنشر هذه الموسيقى في الوطن العربي كله، وأن أنا كمان أقدم بصمة مصرية على النوع ده من الموسيقى. فزي ما في اللاتين جاز والكلاسيكال جاز والأفريكان جاز، أنا حبيت أن أنا أقدم شكل جديد من الموسيقى دي، يكون في مزج ما بين موسيقى الجاز والموسيقى الشرقية، وأطلق عليها اسم أورينتال جاز. أنا I love jazz music, I love Latin music. Some other people أو ناس تانيين بيحبوا مثلا الميوزك الشرقي، فبيجمع ما بين التيست بتاع كل الناس in the same time. جانب نفسي للموسيقى اللي قدمها الأستاذ يحيى، اللي هو إنه بتحس إنه فتتك من جوا، يعني تطلع فيك تطلع كل المشاعر الإيجابية والسلبية، ويا إما بتتفاعل وبتزقف لأبعد مدى، يا إما بتسكت وبتحتفظ بحزنك لذاتك يعني. النهارده الحفله بتاعت يحيى طبعا كانت حفله رائعه جدا، واحنا بنشكر يحيى على هذا الفن الراقي الجميل البديع الذي راينا كيف تعاطف معه الجمهور ويسعده، وفي نفس الوقت نتمنى انه يبقى فيه يعني عشرات من يحيى خليل. يتميز يحيى خليل بمهاراته الفنية وسرعته الفائقة في العزف، والمزيج الذي يقدمه في موسيقى الجاز بين العزف الغربي والمقامات والألحان الشرقية يجعل لحفلاته سحرا خاصا، ويعيش المستمع لها في حالة فنية خاصة جدا. محمد السباعي، أخبار الآن، مصر. Thank you.
Francis, let's fly. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me